السلام عليكم مشاهدينا الكرام ومرحبا بكم في عدد جديد من صالح جدا. اليوم عندناول الموضوع كان وصلنا على البريد الالكتروني. هذا الموضوع راه متعلق بالجارو. بهذا اليوم نزلنا الشارع باش نسالوا الجزائريين وشنو هو الفرق بين الجار تاع بكري والجار تاع اليوم. ما نطولش عليكم، خلونا نروح نسقسوهم ونشوفوا وراهم. تابعوا معنا. الجار درك ما يبقاش جار باش كيما بكري، يخلوا له الفتح ويخلوا له قادر يخلوا له حتى زوج ولادو. صح اليوم ما كاش برك يخاف، كي يروح يخاف من جارو باسكو جارو يعرف دارو. الجار هو اللي هو سبب هلاكك، هو اللي يدير لك نميمه، هو اللي يخرب لك في دارك. ايوا ما بقاش كيما بكري يا حبيبي، دوك تغفل كراك دارك يروح خليه من الجار ما بقى والو. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. كيفاش تشوف الجار؟ كيفاش كان بكري وكيفاش راهو دوكا؟ اذا مازال جارو يعتمد الجار ديالو ولا لا؟ لا على كل حال الجار تاع بكري ماشي كيما تاع دركا. تاع بكري كان يوصي يلقى جار ويوصي على الدار، على الاولاد، على كش ما خصهم في الدار ومنه. دركا الجار غير يعود رايح باش يوصي جارو ما يلقاهش، يتخبى ما يشوفوش. السلام عليكم جاري، عندي المراه شويه مريضه بدي نصبي طاي. اذا حبيت ما نقدر يا اخويا، كاين ماتش تاع الرياض. ما كاش فرق، كاين فرق كبير. الجار بكري يوكلك رقدك يشخشي عليك. اليوم لا، اليوم راهم قابلك باب تحديد، بغيت تدخل عنده اليوم راهم قابلك باب تحديد. السلام عليكم. وعليك السلام والرحمه والبركه. كيفاش تشوف الجار بين بكري واليوم؟ الجار تاع بكري خير، بكري كانت ناس حنان على بعضها وتسكن مع بعضها ويراعوا لبعضهم، وكان الخو يراعي الخوه والبن عم ينظر بن عمه ويربي الاولاد وكان الجار من الجار، كان الجار مازال حاكم في العاده ديالو تاع الجار. مش يحب يقول اسم الجار شغل يسكن برك، اسم حاكم العاده تقاليد ديالو محمد عليه الصلاه والسلام. وصى الجار، وصى الجار. كاين بزاف اللي ما يفهم باللي وصى الجار اسم الجار حب يقول لي مقابلك، هي لا لا، محمد عليه الصلاه والسلام وصى الجار يا 40 يمين و40 يسار، هاي اللي كنت وصى الجار. يخلوا له الفتح ويخلوا له قادر يخلي له حتى زوج ولادو. صح اليوم ما كاش، هو يسرقك. اليوم هو يدخل يسرق، كي يسمع بك ما راكش في ما هو يسرق. جاري أمانة، المفتاح دار دارك. خسارة عليك يا جاري، المفتاح هذا أمانة. هيا تهلا في روحك. هيا ربي يعاونك. الجار هو اللي هو سبب هلاكك، هو اللي يدير لك نميمة، هو اللي يخرب لك في دارك، خاطر قريب ليك بزاف، يأديك. وكاين جيران ما شاء الله، كيما انا نسكن لهنا عندي جيراني الله يبقي يستر، نخرج نخلي باب الدار محلول نجي ما كاين والو. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. واش راكم صافا؟ اليوم نحكيو على الجار. وي على الجار، رسول الله صلى الله عليه وسلم ديجا وصانا على الجار، والوقت تاع دركا الواحد يشري الجار قبل ما يشري الدار. اذا كان جار صالح سكن فيه هذاك الانسان يعيش فيه هنا ويعيش في سعاده كما كانت الجوره بكري. زمان بغيت يشري الجار قبل الدار. نفسي نفسي، كل واحد يحب مصلحته هي، ماكش يخمم على جار وش يدير وش ما يديرش. اسمح لي سرتو هنا في الجزائر بزاف بزاف. ربي يحفظنا ان شاء الله نقعدوا. العاده تاع بكري تاع الجار شغل اكثر من خوك، كي تصلح حاجه في الدار يوقفل الجار قبل ما يلحق مول الدار. يخمم على الجار تاعو واش دار باش هو يفوتو. شي تبعه يدير كيفو ويفوتو. شي عسى عليه ولا يعسلو دارو ولا لا؟ لا 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 لا. هذا لافي. وتسوك على الجار. على الجار بين بكري ودوك. بسم الله الرحمن الرحيم، الجار وصى عليه النبي. اي ماتنو سني بلي كوم افون. دركا الجار ولا تشوف منه العيب، تشوف منه با مال دو شوز. مالوريزمون صافي مال لو كور. نورمالمون حنا نقتداو بالرسول عليه الصلاه والسلام هكذا. الجار دركا سني بلي كوم افون، يرمي عليك حاشاك زبل، يرمي المهم يديرونجيك. كاين بكري قال لك الجار واحد كيكون حيسافر يخلي امانه الدار ديالو للجار، ودوكا كيف الكونترار؟ دركا يخاف، كي يروح يخاف من جارو باسكو جارو يعرف دارو، يعرف الدخله تاع دارو والخرجه تاع دارو، دونك يخاف من جارو. وربي يقدر الخير. امين. ان شاء الله. ربي يحفظك. الله يسلمك شيخ. جاري. ما كان الله جاي لا والو. شوف شويه يا اخو، قطعت لي الخير بدارك، واليوم كاين لي في شامبيون، ما شفتش الماتش انا اخو. حليتها بالله. دوكا ولا الجار تروح كومبينغ كاسيك. يشل عليك يقول لهم ماهو جان فرنسا وهبط القش، عنده الذهب عنده دراهم، دخلاتو بونسيون عنده الاورو، يمد الخيوط البراويه براني ما يعيش هذاك الانسان واش عنده في الدار. يكشفوا الجار دركا راه كيما الباركينغ لازم تشوف واحد
تخلصه قال قعد لي في الدار نفوت كونجي تاعي شهر ولا فانجور على نخطر يطولي نولي. ما تقدرش تخلي الدار ديالك لجارك امانه؟ ما نقدرش باسكو مام هو يعود ما يتحملش المسؤوليه، يقول لك واقيلا انا نبوجي نديبلاسي ولا عفسه ويترى لك عفسه في الدار انا ضامن. الحمد لله انا عندي جيراني الحمد لله. جيران نقول لك درك عندنا 50 سنة جيران. ما صارت حتى مشكل يعني الحمد لله. مازال حالك كما بكري. مازال كما بكري، الثقة كما بكري، خلوا المفاتح لبعضنا نخرجوا ولادهم ربي يرضى عليهم إن شاء الله. سيباريا كل واحد مالغري راه أون فاس ليك غالق بابه ويسمع يكسر لك في الدار ما كاش اللي يدخل ولا اللي يهضر ولا اللي يعيط. يقول لك أنا كنت راقد والله ما على بالي. الجار كيفاش كان بكري وكيفاش هو اليوم؟ الجار كما يقولوا بكري راه وصى عليه النبي سبحان الله. الجار اللي يكون ملاح تكون ما ملاح بصح واش نظر كوا تبدلت بدلت الحاله. الجار دوكا واحد كيكون مسافر يخلي الجار والدار ديالو مازال كيما بكري هكذا؟ ايوا ما بقاش كيما بكري يا حبيبي. دوكا تغفل كل عاك دارك يروح خليه من الجار ما بقى والو. علاش حاجه تبدلت؟ علاش هذه راه تبين بكري ودوك؟ علاش تبدلت كيما يقولوا لا كيتير وتبدلت لا جوناس مع شيوخ تاع بكري واليوم ما ماشي كيف كيف راك فاهم يا حبيبي ماشي كيف كيف رايح على داك جارك باب دارك وما تقدرش تعسو خلي من جارك بكري. وي بكري جارك كيقول لك خير الجار خير من الدار خير ماشي الدار واحد اخر بصح درك ولا لا لكم كان والو منامي. مشاهدينا الكرام وصلنا معكم للفقرة الثانية من برنامجنا وهي فقرة الميكروفون اللي كما لا شوفوا معنا واش كان سؤال المواطن لهذا اليوم وكيفاش كانت الأجوبة عليه. J'ai posé cette question aux jeunes Algériens. Pourquoi vous tentez de partir à l'étranger? Finalement, il n'y a rien à l'étranger. Essayez de travailler là en Algérie, il y a du travail. على جال السالير تاع الخلاص حنا دينا الجزائري ضعيف خلاص ما قديش ما يوصلش لشي باش يخلص. قول لك انا واحد من الناس نشتي نخدم على برا لك شغل البلاد كاره من البلاد ديما البلاد راك تعرف. اي واحد تسقسيه تقول علاش الشباب تاعنا يروح يموت في البحر ويرضى باش يعيش لهيه وما يرضاش انا يخدم اساس ولا باليور يحير انسان. انا واحد من الناس نحير نقول علاش ما باليش علاه. دونك لي جون تاعو هنا ما يحبوش يخدموا باسكو شغل يحشم يقول لك يخدم هنا يبريفيري هو يخدم باليور لهيكا وما يخدمش هنا زعما نقولوا في شونطي ولا. خويا انا بيرسونالمون نشوف بلي برا خير. علاش؟ دوكا كي تقعد هنا في الجزائر انا نعرف بزاف ناس يجيب ديبلوم تاعو يقعد 3 سنين 4 سنين ديبلوم معلق. ما رقدي تكون عندي خدمه لهنا سي بو انا نروح انا ما فيهاش. تسمى شغل البلاد لا غالب راك تشوف من ديما نفس العقليه راك تشوف. خدم هنا يحقروك يا راك فاهمني ما يعطيكش حقك شغل ياكل لك عرق ولي كان شغل نورمال شغل ما تخدم عند القاوري راك فاهمني شغل عفسه نورمال راك فاهمني شغل ياكل لك عرقك القاوري ما ياكلوكش العربي راك فاهمني. ايه بارابور تاعنا على الهيك على السالير الهيك سالير بار اكزومبل تخدم تدي حقك تدعب تدي حق بار اكزومبل 1700 1800 تقدر تخلص الواي تاعك تخلص امورات كاع. هما شغل معميين هي يتبان لهم شغل يجن عليك هو يروح يبات في الكارطون يبات يتميزر يتمرمد و يبريفيري هو يتميزر في الغربه وما يتميزرش هنا. انا من عندي يا خو ماشي هكذا. رابور لهنا ما تقدرش يرحم باباك دوك تخدم هنايا وتدي 2 مليون هكذا خونا تدي 2 مليون 2 مليون واش راح دير بها هنايا؟ لو كان نصيب الخدمه لهنا نكمل خدمتي نكمل قرايتي نصيب خدمه لهنا. بيان سور جي بريفير بلادي مع دارنا ما نتغربش ما نبعدش كذا. انا ماذا بيا هكذا بصح الظروف تقول لك العكس. مشاهدينا الكرام كما شفتوا معنا كان هذا هو موضوع لنا نهار اليوم. لاقتراحاتكم عليكم غير ترسلونا على البريد الالكتروني الظاهر اسفل الشاشه. انا ما بقى لي غير نقول لكم بقاو في البرنامج صالح جدا ونتلاقاو غدوه ان شاء الله في موضوع جديد. سلام.